يعني البوسه لا، الحاجات كده يعني ما اعتقدش اني هقدر اعمل، ما كنتش عايزه ان هم يحصروني في الحته دي. لاي يعني لاي ان البنت او الست تكون ممثله، فاهم قصدي؟ مش عارفه اقول ازاي يعني، بس ما اعرفش يعني، ما بحبهاش لابني. لا كان بيضايقني، انا معتزه بموهبتي وشايفه ان انا يعني موهوبه ما شاء الله في ادوار كتير وادوار كتير متنوعه، فما كنتش عايزه ان هم يحصروني في الحته دي. بس دلوقتي يعني الناس خلاص هي شايفه كده، طب خلاص يعني مش هضايق الناس يعني، براحتهم اللي هم شايفينه يعني بسيبهم على راحتهم بصراحه. لا دلوقتي يعني ليا معايير بصراحة، مش هكذب يعني، يعني في حاجات مثلا يعني البوسة لا، الحاجات كده يعني ما اعتقدش اني هقدر اعملها. بس أصعب دور عملته في حياتي كان في المسرح الحقيقة، الخادمتين لجون جيني، وكان على الأوبرا، فكان لا ده كان صعب صعب، كان فظيع بصراحة يعني، خرجت من المسرحية دي يعني عايزة أتعالج نفسيا فكان صعب جدا يعني. إيه إنما يعني إيه في دور تاني برضو اسمه أرض النعيم، أنا شايفة برضو إن هو ده كان من الأدوار اللي مش سهلة، لأن كان في نقلتين مش دايما بتبقى موجودة في الدراما، يعني احنا في الدراما يا طيب يا شرير، فانك تنقل من الطيب من قصدي من الشرير قوي للطيب وكده، دي يعني بتبقى محتاجة نقلة من الممثل عميقة يعني، فبعتقد ان هو ده من الادوار الصعبة برضو. ابني بيحب المزيكا قوي وكان بيعزف طبلة حلوة جدا، ودنه جميلة جدا طبعا موسيقية، أكيد طالع ودنه حلوة زي أهلي، بس هو ما شاء الله يعني والحمد لله مركز في دراسته، فأنا ما يعني مش هشجعه أبدا على إنه هو يمثل، لأن التمثيل ده طريقه صعب قوي، و يعني بحسه بيليق على البنات والستات أكتر من الرجالة، ما أعرفش بتقوليش يعني بحس ان هي شغلتنا اكتر يعني، انا بحب الميك اب، بحب اللبس، بحب الموضه يعني، لي يعني لي ان البنت او الست تكون ممثله، فاهم قصدي؟ مش عارفه اقول ازاي يعني، بس ما اعرفش يعني، ما بحبهاش لابني.